السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم محبي MUMG. إليكم ملخص الحلقة وأهم أحداثها. ينتقل الفريق إلى المرحلة الثالثة، ويقوم آي تي بمسح ذاكرتهم لكي لا يعرف أحد الآخر، من أجل أن يقتلوا بعضهم ويظنوا أنهم أعداء لبعض. يذهب الفريق إلى المطعم للأكل، ثم تأتي ماي وتخبرهم أن آي تي سيأتي وتطلب منهم أن لا ينظر أحد في وجه آي تي إذا أتى، لأنه لا يحب ذلك. ثم يأتي آي تي ويخبرهم أن تم مسح ذاكرتهم، ويخبرهم عن اللعبة وعن شروطها، وأنه الذي سيفوز هو الذي سيحصل على $1,000,000. مرزوق يطلب من آي تي أن يكلمه، ثم يذهب إلى المكتب ويتحدث معه، ويكون مرزوق متذكر كل شيء لأنه الوحيد الذي لم تنمسح ذاكرته. آي تي يطلب من مرزوق أن يخلص على الجميع، ويخبره أنه هو الوحيد الذي يقدر على فعل ذلك. عبد الخالق يتفق مع وائل أن يصبحوا فريق لكي يحموا بعضهم، ويسمع حديثهم مشاري، ويطلب منهم يصبح معهم. مشاري يخبر وائل وعبد الخالق يجب أن يتخلصوا من آي تي ولا يقتلوا بعضهم. ريما وبندري تتفقا مع بعض وتصبحن فريق. يأتي شخص مجهول ويقوم بقتل وائل. آي تي يأمر الرجال أن يشيلوا أجسد وائل، ويرى مشاري ويصرخ عليهم. عبد الخالق يحزن كثيرا على وائل لأنه وعد أن سيقوم بحمايته. جراح يخبر الفريق أن بندري هي التي قتلت وائل، ويخبرهم أن الدليل في غرفتها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو.